مصر قطعت خلال السنوات القليلة السابقة مجهود كبير قوي في مواجهة وعلاج المرض الأخطر والأكثر انتشارا في مصر، يمكن ده التحدي الصحي الأول زي ما كلنا عارفين في مصر. مصر أعلى دول العالم في معدلات انتشار فيروس سي. بداية من سنة 2006 احنا قطعنا خطوات كبيرة بعد إنشاء لجنة قوية لمكافحة الفيروسات الجلدية. مصر كانت من أول الدول اللي اعتمدت خطة قومية شاملة لمواجهة فيروس سي، سواء بتوفير الأدوية لعلاج فيروس سي بداية من 2000 سابقا ووصولا إلى المضادات الفيروسية المباشرة. هي احنا برضو كان لنا دور كبير كدولة رائدة في تصنيع المضادات الفيروسية المباشرة عندنا في مصر بكفاءة عالية جدا. عدد المرضى اللي تم علاجهم يمكن خلال السنوات القليلة السابقة يزيد على 1,000,000 مريض، ده انجاز كبير قوي ما اعتقدش ان في دولة تانية في العالم. نسب الشفاء حاليا مع الأدوية اللي بنستخدمها او طرق العلاج اللي بنستخدمها وهي متعددة تجاوزت نسب كبيرة جدا. يمكن الريال لايف ثيرابي العلاج، نسب العلاج الحقيقية تجاوزت 95% نسب شفاء كاملة. طبعا عندنا بعض الحالات حصل بها انتكاسات بعد العلاج ودي يمكن نسب متعارض عليها على مستوى العالم، لكن مع وجود أكثر من نظام علاجي ومع تنوع الأنظمة العلاجية دي عندنا بدائل أخرى كتيرة لنبشر المرضى لم يحدث لهم استجابة على نظام العلاج او على تجربه العلاج الاولى او ما يسمى بالانتكاسات، ان احنا بقى عندنا ليه حلول وحلول ناجحه وبتجيب نتائج كويسه قوي. قريب قوي يمكن هنقدر نقول ان مفيش مريض عنده فيروس ما يتعالجش، كل المرضى تقريبا في الوقت الحالي عندنا علاجات ليهم وعندنا حلول ليهم، باستثناء طبعا المرضى في المراحل المتاخره جدا اللي ما لهمش غير زراعه الكبد، لكن فيما عدا ذلك كل المرضى تقريبا بيتعالجوا. خلال الفترات اللي فاتت كان عندنا بعض المشاكل في العلاج زي بعض الانواع الجينيه زي نوع الجين الثالث، وبالمناسبه ده مش موجود عندنا في مصر، لكن الادويه الحديثه ظهرت مؤخرا وضعت لنا حلول لده. كان عندنا كذلك بعض المشاكل مع مرضى الاختلال الكلوي او الفشل الكلوي، لكن كذلك ظهرت بعض الانظمه العلاجيه الصالحه للاستخدام في مرضى الفشل الكلوي بنسب شفاء عاليه جدا تتجاوز ال 95%، يعني لا تقل خالص عن المرضى السودان. اعتقد ان احنا في طريقنا ان شاء الله للقضاء على فيروس سي، ده مش كلامنا بس في مصر، ده يمكن الهدف اللي وضعته منظمه الصحه العالميه. احنا مش هنكون متفائلين قوي الحقيقه لما نقول ان احنا ان شاء الله هنقضي على فيروس سي في مصر قبل سنه 2020.